شركات تعدين أجنبية عثرت عن طريق الصدفة على مادة نادرة في سوريا تضاهي الذهب في قيمتها، وسعر الجرام منها مفاجئ. في الآونة الأخيرة كثرت عمليات البحث والتنقيب عن المعادن في سوريا من قبل الشركات الأجنبية، وذلك بعد انتشار العديد من التقارير التي أكدت أن سوريا تحوي الكثير من الكنوز والمعادن الثمينة في باطن أراضيها. فمن هذا المنطلق كثفت شركات التعدين والتنقيب عن الثروات والموارد الطبيعية عمليات البحث في العديد من المناطق على امتداد الجغرافيا السورية خلال الأشهر والسنوات القليلة الفائتة. وبحسب التقارير الصحفية، فإن شركات تعدين أجنبية تمكنت عن طريق الصدفة من اكتشاف مادة مهمة ونادرة تضاهي في قيمتها الذهب والمعادن الثمينة في منطقة شمال شرق سوريا خلال عمليات التنقيب المتواصلة في المنطقة. فبينما كانت تبحث الشركات عن معادن ثمينة في المنطقة، عثرت بالصدفة على منطقة تحتوي على كميات كبيرة من مادة الزنجفر باهظة الثمن. فهذه المادة يصل سعرها في الأسواق العالمية حالياً إلى حوالي 10,000 دولار أمريكي لكل جرام واحد، فهي مادة مطلوبة عالمياً نظراً لأهميتها ودورها الفعال في معظم الصناعات التكنولوجية الحديثة. فمادة الزنجفر يستخرج منها الزئبق، وهما يدخلان كعناصر أساسية في العديد من الصناعات الحديثة، لا سيما في الصناعات الحساسة جداً. أما عن أماكن تواجد تلك المادة، فأكد الخبراء أنها نادرة، واكتشفتها الشركات الأجنبية في مناطق قريبة من محافظة الحسكة شمال شرق سوريا. وبحسب الخبراء الذين عاينوا الموقع، فإن هذه المنطقة تعتبر من المناطق الغنية بالثروات والموارد الطبيعية، مشيرين إلى أن عملية التنقيب والبحث ستتواصل في المنطقة بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة. ويرجح الخبراء أن تحتوي المناطق المحيطة بالموقع الذي عثر فيه على مادة الزنجفر على مواد ومعادن ثمينة أخرى. فطبيعة التربة والبيولوجية في المنطقة تدل على احتوائها على ثروات متنوعة، لا سيما على معادن مثل البلاديوم والليثيوم وغيرها من المعادن باهظة الثمن. أما عن نصيب السوريين من ذلك الاكتشاف، فأشارت التقارير إلى أن السوريين لن يستفيدوا من تلك الثروات، وذلك نظراً لاستحواذ الشركات الأجنبية عليها. الجدير بالذكر أن مادة الزنجفر تسمى في بعض البلدان حول العالم تحت مسمى دم التنين، حيث أن هذه المادة هي المصدر الأساسي الذي يستخرج منه الزئبق باهظ الثمن.